بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، في هذا اليوم وأنا أقف أمامكم فإنني نيابة عن كافة منتسبي جمعية الإمارات للملكية الفكرية أرحب بكم جميعا، وأتقدم إلى الأخوة بالشرطة الفيتنامية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، متمثلة بالأمين العام السيد رونالد نوبل، وأيضا إلى وحدة محاربة الاتجار بالسلع الغير مشروعة، متمثلة بالسيد مايكل أليس والسيد أيهم ياسمينة وفريق العمل ببالغ الشكر والامتنان، ليس فقط لتشريفكم بدعوتنا بل لدعمكم الدائم واللامحدود للجمعية للسير بها بخطى واثقة من أجل تطويرها والارتقاء بأدائها لتعزيز دور الحكومات في نشر ثقافة الملكية الفكرية ومحاربة المنظمات الضالعة في الاتجار بالسلع غير المشروعة. كما أرحب بجميع المشاركين في هذا المؤتمر وهذه النخبة من المثقفين وأصحاب الخبرات والذين سيقدمون عصارة خبراتهم في مجال التكامل الاستراتيجي وتوحيد السياسات لمحاربة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية وتعزيز دور أجهزة الشرطة. وحقيقة بالإضافة إلى كوني رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنا أرأس كذلك جمعية التخطيط الاستراتيجي في دولة الإمارات، ولكن من خلال اطلاعي على أمور الملكية الفكرية أرى أن يتفق العالم بأسره على وضع استراتيجية حقيقية تنصب في الآتي: أن نضع فريق لكي يحلل مسألة الملكية الفكرية في العالم، وبالتالي من خلال أدوات التخطيط الاستراتيجي يجب أن نتفق على مؤشرات أداء واضحة تفصيلية ونتفق عليها أجمع، لأن حقيقة من خلال اطلاعي على الكثير من الدراسات في موضوع الملكية الفكرية أرى أن الإنسان في العالم بأسره يتعرض إلى محن وكوارث من خلال تقليد هذه البضائع، وبالذات في مجال الأدوية المقلدة. هناك أناس كثيرين يموتون والسبب الأدوية المقلدة، وأنا في مؤتمر من المؤتمرات وصلت إلى مرحلة كوني ضابط شرطة بأن يطلق أو بأن يقدم للمحاكمة بجريمة القتل من يقلد الدواء. لماذا؟ لأن هذا الشخص يقوم بقتل أبرياء من خلال هذا الدواء. تصوروا نحن في دولة الإمارات في الجمارك ألقينا يعني وأوقفنا شحنة أدوية مقلدة، تصوروا لماذا؟ لعلاج مرضى القلب،
تقليد أدوية لعلاج مرضى القلب، فبالتالي هناك جريمة ترتكب في هذا المجال. أيها الحضور، بداية أود أن أحتفل معكم بقبول جمعية الإمارات للملكية الفكرية ضمن سلسلة الاجتماعات 51 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو كعضو مراقب ضمن فئة المنظمات الوطنية غير الحكومية كأول جمعية في منطقة الخليج، واستكمالاً لسعي الجمعية الحثيث والمستمر لحماية الإبداع الإنساني وصون حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار باعتبارها العصب الرئيسي في حركة الاقتصاد القائم على المعرفة وصحة الإنسان، وتعزيزاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 في بناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، تشهد معظم دول العالم ودولة الإمارات العربية المتحدة نمواً متسارعاً وتطوراً ملحوظاً على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرن 21. وبالتزامن مع الطفرة الرقمية برزت القرصنة والانتهاكات الفكرية كتهديد حقيقي يعيق عجلة التنمية الشاملة ومسيرة التحول الرقمي نحو اقتصاد المعرفة. ومن هنا غدت حماية الملكية الفكرية مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والحضارية والتكنولوجية والفكرية والعلمية، الأمر الذي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لبناء بيئة أعمال محفزة وتشجيع الابتكار. هناك من الحقائق التي اطلعت عليها من خلال الدراسات حول العالم تؤكد بأن الدول تخسر ما يقارب 8 مليار دولار في شكل استثمارات خارجية مباشرة نتيجة عدم حماية الملكية الفكرية، كما وصلت هذه الدراسة إلى تكبد تجارة السلع المقلدة والمقرصنة الحكومات ما يقارب 150 مليار دولار سنوياً، عبارة عن خسائر في الضرائب والرسوم وتكاليف الرعاية الصحية والبيئية التي تخلفها هذه السلع وتكاليف مكافحة الجريمة. كذلك هناك أثر اجتماعي لتجارة السلع المقلدة والمقرصنة قد يفوق الأثر الاقتصادي المقاس بالخسائر المالية. أشارت دراسات السوق إلى أن من 6 إلى 8% من التجارة العالمية تخالف اتفاقيات الملكية الفكرية بأنواعها. أظهرت نتائج دراسة استطلاع الرأي أن 31% من المواطنين تؤثر العلامات التجارية على قراراتهم الشرائية. أظهرت كمثال دراسة أن ثلث أدوية الملاريا في آسيا وأفريقيا مزورة. في تقرير لمجلة فريون الأمريكية بلغت تجارة الأدوية المزيفة في مختلف العالم 75 مليار في عام 2010، فتصوروا حجم هذه الخسائر. ولكن ما هو الأثر الاجتماعي على هذه الخسائر؟ حقيقة لا تقدر مثل هذه الخسائر على الإنسان، ولكن لعل هذا المؤتمر يمثل إحدى أبرز المبادرات الرائدة في هذا المجال
والذي يعول عليها في دعم الخطط الطموحة الرامية إلى بناء مجتمع يدعم الابتكار والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ويدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفعالة بين القطاع الحكومي والخاص، وهي المهمة التي حملت على عاتقها الأنتربول لتحقيق رؤية منع الإجرام ومحاربته عبر تحسين التعاون الشرطي الدولي. نحن كجمعية الإمارات الملكية الفكرية نتطلع إلى التعاون المثمر بيننا وبين جميع المنظمات الدولية كالأنتربول من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية والمؤتمرات حول مناقشة السبل المثلى لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تحظى بأهمية استراتيجية اليوم باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة، فضلاً عن تكريم المتميزين من القطاعين العام والخاص في مكافحة القرصنة الرقمية وغرس ثقافة الملكية الفكرية بين أواسط المجتمع. وقد أشير في هذا الجانب أن إحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخلال هذه الجمعية عقدنا المؤتمر الثالث للجرائم الماسة بالملكية الفكرية بتوصية من سيدي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم بأهمية عقد هذا المؤتمر بصفة دورية بالتعاون مع الأنتربول، حيث سينعقد هذا المؤتمر من 9 إلى 10 نوفمبر من هذا العام تحت عنوان مكافحة جرائم الملكية الفكرية في عصر الحكومات الذكية. وأنتم تعلمون أن دولة الإمارات ستتحول وبالذات دبي إلى مدينة ذكية في خلال الفترة القادمة، وما سيخلفه ذلك من تحدي في موضوع الجرائم، محاربة الجرائم الإلكترونية بالذات. ونتطلع من هذا المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف نوجزها في النقاط التالية: ترسيخ مفهوم الملكية الفكرية كثقافة تطبيقية، دور التطبيقات الذكية في مكافحة جرائم الملكية الفكرية، إبراز دور أجهزة الشرطة والجمارك لمحاربة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية. الضيوف الكرام، نحتفل اليوم بتكريم العالم الإماراتي أديب سليمان البلوشي الملقب بالعالم الصغير أو المخترع الإماراتي، حيث اختارته شبكة CNN الأمريكية ضمن 8 أطفال نوابق في مجال الاختراعات والمساهمات الطبية على مستوى العالم. وبهذه المناسبة توجه بالشكر والتقدير إلى الأنتربول رئيساً وأعضاءً وهيئة إدارية على دعمهم المتواصل لأصحاب الإبداعات والاختراعات، كما أتوجه بالشكر والتقدير للشرطة الفيتنامية لاستضافتها هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, sir. Now, many of you sitting out here, when we talk about intellectual property, you think about large companies, and there are many companies represented here. But what I'd like to introduce now is what I consider the new face of intellectual property ingenuity. So please come up here. I'd like to again introduce Adib Suleiman Mohammed Ablouchi. Hello everybody, my name is Adib Suleiman Ablouchi. I'm from United Arab Emirates and I'm 10 years old. Today I'd like to share a few stories with you that changed my life. They were the path to my success of being an inventor.
One day, my father brought us to the beach, and we all just went swimming, basically. But we all went in at the beginning. My father took his time, so I went to go check what happened. And I saw him taking off his medical apparatus, which he wears because he's a victim of polio. So I went, and I asked him, why are you taking it off? He said, because it's not waterproof, and if I go in the water with it, it would get damaged. So I decided that was really dangerous, and it's like if he fell or stepped on a really sharp rock, it would be dangerous in general. So I decided to make a medical apparatus that was waterproof, but at that time I didn't know how. So luckily I told him the idea, and he introduced it to a doctor, Dr. Yohannes. He's an orthopedics doctor. So I shared with him my idea. He shared with me the way how we can evolve the idea into an actual thing. And I agreed on the project. But to this day, we're not done with the project yet, but we're nearly done. And I wish I could talk more about the invention, but I can't due to a few reasons. And next invention. Just before I start talking about this invention, the two inventions that I'm talking of right now, they're my two favorite ones, and they're my first two ones, and they're my favorite ones because they're from my mom and my dad. The second invention is for my mom. Earlier, like maybe a year ago or 2 years ago, we like bought a new couch and everything. And then the small space from under the couch was really small, so my mom had like a hard time cleaning under the couch. So I told her, you can go rest and I'll clean for you under the couch. But knowing myself, I wouldn't do that in a million years. So I decided to make a robot that could do the job for both of us. And I only used materials that I found in my house, so I didn't have to like do anything I wasn't supposed to. I just used like materials that I found in my house. And I finished, and I gave it a test, it worked. But I'm like, hold on. There's one thing I don't like about this invention, or any other invention. It always starts off with a boring color, and I really don't like it. So I decided to name this one the prototype. The actual one, which I did make, had feathers and colors. And tip, when you use feathers, it can clean the sides better, so I'm using it to my advantage. And I should probably keep this in my head for 2.0. It's loud, and I think I need to fix that. So my mom, when she was sleeping, she left the door open, and when I was cleaning the couch, it's actually quite close to her room, so she heard it, and she woke up, and then she was a little, like, angry. She was like, what's that noise? But then she got more angry when she saw me watching TV. So she said, are you supposed to clean? And I told her, I made a robot that can do the job for both of us, use the materials I found. She got a little less upset, and then she looked under the couch. But then she was, when she came back, she was happy, she stared at me, you know, average. She hugged me, she kissed me, whatever. Well, basically, yeah, that's what she did. And, that's basically this invention. Again, I can't talk much of it because of the few private reasons. I really can't talk a lot about it. And, those are the two inventions I only have time to talk about, but I'll talk about one other thing. Recently, I've been in NASA. Everyone knows what NASA is, right? In NASA, I got to do NASA Space Camp. I got to do training for missions that I got to do later. And then we got to do simulators, which simulated what it felt like to be a real astronaut, or situations that would happen. Just for example, we did something called the G-force accelerator, and it like pushes back on you, just like when you're launching off from a spaceship, they explained it to us. It was really fun, and it's basically one of them. And
I also got to do so many other things, and the group also got to do so many other things. But I don't have time to mention all those things, so finally I'd like to thank Interpol for this amazing opportunity of being here with you. And I'd also like to thank my country, the United Arab Emirates, and its leaders for giving me the support that they did. And also big thanks to Mr. Ahem Yasmina for helping me the way he did. Let me conclude now. My humble request to all is to never, ever, ever give up. And remember, turn back crime. Thank you.